عليه السلام لما صبر، سوف يأتي معنا في آخر القصة، ولما أحسن كانت النتيجة أن كان سيد مصر. ولعلي أخرج بقصة واقعية. يقول لي صاحب القصة، يقول لي: يا شيخ، كنت يوم من الأيام مسافر من الطائف إلى الرياض في الطريق بالسيارة. يقول: بينما أنا في الطريق السيارة تعطلت. يقول: معي عائلة وأولاد والجو حار. يقول: فوقفت في محطة من المحطات ونزلت أشوف الواحد يسويها، لكن يقول يعني المشكلة قوية والماطور يعني خرب خراب ما يصلح إلا في الرياض أو في الطائف. يقول: وأنا في وسط الطريق. يقول: فوقفت في الشمس وأولادي في السيارة وحر، أفكر إيش أسوي، كيف أحلها، كيف الآن أنا أولادي وزوجتي وسيارتي. يقول: في واحد جاي خارج من المحطة، كلنا نشوف مثل هذه المشاهد، صح ولا لا؟ ولا نفكر إحنا نوقف ولا نسأل ولا، كل واحد منا يقول: يا رجل الله بيعينه، الله ييسر له، ما شاء الله هذا أحسن واحد فينا يدعي له، ولا ما علي منه. ولا يعرف هذا الحال إلا من توقف. إذا تعطلت سيارتك تشوف كيف تكون الحال، شوف إذا تعطلت سيارتك ووقفت تأشر للناس ومر وما وقف لك، كل واحد يمر ما يوقف لك تحس إنه عدو لك، صح ولا لا؟ تحس إنه عدو لك، ليه ما توقف لي وأنت تمر كل يوم ولا توقف؟ يقول هذا مر الناس، يقول هذا لما شافني وقف. السلام عليكم. عليكم السلام. خير يا أخي؟ صاحبنا هذا اللي وقف عنده خبرة في السيارة. خير يا أخي؟ قال: والله السيارة تعطلت. قال: أنا عندي أشوف إيش فيها. جاء شافها قال: والله العطل ما يصلح. طيب إيش الحل؟ إيش الحل؟ اقترح. أول مرة يشوفها في حياته، ما يعرفه ولا يعرفه بعض. قال: يا أخي اسمع، شوف صاحب السيارة اللي كان سيارته يعني صحيحة، قال: اسمع يا أخي، أنت معك عائلة وأنا ما معي عائلة، أنا لوحدي، خذ سيارتي ركب عائلتك وتوكل على الله، روح إلى الرياض وأنا بجلس هنا عند سيارتك، بجلس في القهوة أتقهوة وأتغدى وإلى الصباح. أن توصل الرياض، يقول على بعد من الرياض يمكن حوالي 400 كيلو، أوصل الرياض ود أهلك وارسل لي من الرياض سيارة تشيلني سطحة تشيلني إلى الرياض، وأنا بجلس أنتظر السيارة حتى تجيني السيارة. يا ابن الحلال أنت ما تعرفني ولا أعرف، كيف تعطيني سيارتك وكذا؟ قال: يا ابن الحلال وش صار؟ الله، الأمر عادي، سيارتك معي وسيارتي معك، ولا أنت بتروح فين بتروح يعني؟ يقول: استغرب الرجل مني هذا التصرف. قال: توكل على الله. يقول: نزل عفشه والأولاده وركبوا في سيارتي ومشوا. يقول: وأنا نزلت توضيت صليت الظهر والعصر ودخلت القهوة، رجال ما علي خوف، وتغديت ورقدت وجلست إلى الليل. هذاك وصل، ما وصل الرياض إلا ما يقارب المغرب ولا العشاء، واستأجر له سطحة وارسل السطحة، والسطحة ما وصلت إلا آخر الليل عند الرجال عند سيارته، وركب السطحة في السيارة وركب مع صاحب السطحة ورجع، ولا وصل الرياض إلا الظهر اليوم الثاني. وصل الرياض على طول جاء صاحبنا سلم عليه: تبغى شيء؟ أعطيك شيء؟ أكافئك؟ إيش تبغى؟ قال: أنا والله ما أبغى منك شيء يا أخي، أنا والله ما فعلتها لله ولا سويت شيء، سيارتي وشفني وصلت الرياض الحمد لله، هذه سيارتي وسيارتك وصلت. يقول: طيب أعطني رقم تليفونك. تعارفوا، أعطاه رقم تليفونه، أخذ رقم تليفونه، ومشت الأيام والليالي، وجلسوا في مجلس فذكروا فيه أفعال الخير وذكروا فيه صنائع المعروف. فقال واحد، قال صاحبنا هذا، قال: والله كنت أتوقع ما في الدنيا خير، إلين جاء فلان رجال والله لا أعرفه ولا يعرفني، لكن والله إنه سوى معي معروف ما يسويه الأخ مع أخوه، وعلمهم القصة. ثم قال صاحبنا، قال: الله والله لي فترة ما سلمت عليه ولا اتصلت عليه، خلينا أسلم عليه. وقام يفتش في جيبه، طلع رقمه، أخذ التليفون ودق عليه. سلام عليكم. ردت زوجته صاحبه: وين فلان؟ هذا بيت فلان؟ قال: نعم. وين فلان؟ قالت: ما هو فيه. خلاص، إيش عاد تبغون؟ سجنتوه؟ وده مسجون، طاردتوه حتى سجنتوه، خير ليش مسجون؟ قالت: الديانة مثلك وأمثالك، كل يوم يجي واحد يقول عليه دين عليه دين لين سجنتوه، روحوا خذوا فلوسكم منه في السجن. كيف؟ قالت: والله مش بأي سجن؟ قالت: السجن الفلاني. قال: خير إن شاء الله. الآن جاء الجميل، رد الجميل. يقول: جاء اليوم الثاني، أخذت معي 100,000 ريال وذهبت بها إلى السجن، دخلت على مدير السجن: عندكم فلان مسجون؟ قال: نعم. قال: إيش قضيته؟ قال: ديون. قال: خذ هذه 100,000 ريال سددوا عنه ديونه وخرجوه وقولوا فاعل خير، لا تعلمونه من أنا. من أنت؟ قال: ما لك علاقة، هذا فاعل خير، أدفع منه 100,000 وخليه يخرج في سبيل الله. قال: جزاك الله خير. خرج صاحبنا، دعوه في السجن، تعال. جاء عند مدير السجن قال: أبشرك الحمد لله أن فيه رجل من الصالحين ومن أهل الخير، دفع لك 100,000 ريال
هذه 100,000 ريال تنفعك إن شاء الله وتسدد بها ديونك. يقول قال جزاه الله خير، عرفته؟ قال الله ما عرفته ولا علمنا باسمه. أخذ 100,000 ريال، قال طيب يا طويل العمر 100,000 ريال ما تنفعني، أنا مسجون في مبلغ كبير، كان مسجون في 3 مليون، قضيته في 3 مليون، دخل في تجارة وكذا وخسر وصار عليه دين 3 مليون. قال طيب أنا 100,000 إيش تسوي مع 3 مليون؟ لا تفكني ولا بتخرجني مما أنا فيه. لكن يقول الضابط أقول لك شوف، هات اللي مسجونين معايا في السجن في حقوق، اللي عليه 5,000 واللي عليه 10 واللي عليه 20,000، هذه بتخرجهم، أنا ما بتخرجني أنا. انظر يا أخي الكريم، انظر إلى الإحسان. هو في السجن الحين قال فرصة بدفع 100,000 لأولادي بسوي، لا قال هات، يقولوا نجي نطلع الأوراق اللي عليه 5 واللي عليه 10 واللي عليه 20. يقولوا بال100,000 هذه أخرج أكثر من 7 أشخاص ذلك اليوم، دفع عنهم وخرجهم في سبيل الله. الله أكبر، ما أعظم هذه النفس يا أخوان. ما أنا قلت لكم أن المحسن ما يفرق لا سجن ولا هم ولا غم، إنا نراك من المحسنين. يقول خرجوا وسلموا عليه وودعونا، هم أصحابه في السجن أصلا، ودعونا وجزاك الله خير. يقول صح الضابط اللي في السجن مدير السجن عجب، يقول أنا ماني أعجب، إيش أعجب من هذا اللي جاب 100,000 وعيلة يتعلمني من هو، ولا أعجب من هذا اللي 100,000 يزنفقها وهو ما عنده ريال ويخرج بها؟ يقول ما دي من أعجب منه، هذا ولا هذا، هذا أحسن من هذا. يقول مرة الأيام صاحبنا اتصل بعد 3 أسابيع أسبوعين على السجن، على صاحب بيت الرجال، السلام عليكم. السلام، وين فلان؟ قالت في السجن، تقول لزوجته. عجيب، قفل السماعة راح لمدير السجن، قال يا أخي أنا جيتكم قبل أسبوعين وعطيتكم 100,000 ريال تخرجون بها السجين الفلاني ولا خرج، ليش ما خرجتوه؟ قال يا أخي أنت أعطيتني 100,000 ريال لكن والله يا أخي عليه دين. كم الدين عليك؟ قال 3 مليون و100,000 ريال ما خرجته، لكن والله يا أخي إني ما أدري، ما أعجب منك ومن كرمك وإحسانك تعطينا 100,000 ولا تتعلمنا من أنت وترجع مرة ثانية إذا الحين تسأل عنه، ولا أعجب منه هو؟ والله إنه سوى شيء عجب. قال إيش سوى؟ قال تعرف 100,000 اللي أعطيته إياها؟ قال نعم. قال والله أخذها ويوم شاف إنه ما بتفكه جمع اللي عليه 5 و10 و20 وفك بال100,000 اللي جبتها، فك منها 7 أنفس وأخرجهم في سبيل الله. فصاحبنا صعق، قال هذا رجل غير طبيعي هذا. قال طيب يلا أعطني الآن الإثبات عليه 3 مليون. يقول أعطيناه صك بأن عليه 3 مليون خطاب، وكان الرجل موسر وصاحب علاقات. يقول وذهب إلى الأمراء وإلى المسؤولين وإلى الأغنياء، وفي خلال 3 أشهر يجمع 3 مليون ريال ويأتي ويدفعها عن صاحبنا ويخرجه من السجن. صنائع المعروف تقي مصاريع السوء. إنا نراك من المحسنين. ولذلك أنت تحسن لا لأجل أن تحصل على مصلحة، لا، عندكم مثل يقول أعمل خير وقطة في البحر، صح ولا لا؟ لا، إحنا ما نقطة في البحر، إحنا نعطي رب العالمين سبحانه وتعالى، نحن ندخره عند الله. هذا الإحسان من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا إيش؟ فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، كربة من كرب يوم القيامة. ولك أن تعجب يا أخي الكريم حينما يقول عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه إيش؟ كان الله في حاجته. سبحان الله، أنت العبد الفقير الضعيف مسؤول ولا عندك وجاهة ولا عندك مال تسعى في حاجة أخيك عشان تقضيها، ومن الذي يسعى في حاجتك؟ الله العلي القدير سبحانه وتعالى بقوته وعزته سبحانه وتعالى وعظمته وقهره يسعى معك، يسعى في حاجتك. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. إذن هذا الحال الأول الذي مرت فيه الآية إنا نراك من المحسنين، والآية أيضا تتكرر في موضع آخر في سورة يوسف. خرج يوسف من السجن وتبين لهم أنه صاحب الحق، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وأصبح مكين أمين وأصبح على خزائن الأرض وأصبح الناس كلهم يفدون إليه وهو الذي ينفق على الناس كلهم وأصبح صاحب الخزائن وأصبح الملك. ترى الفلوس تغير النفوس مثل ما يقولون، صح ولا لا؟ الفلوس تغير النفوس، كثير من الناس تجده مع جماعته ومع ربعه طيب وحنين وحبيب، لكن ما إن يصبح غنيا. أذان تفضل. الله أكبر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
إذن الحال الثاني الذي مر على يوسف عليه السلام أنه تغير به الحال. كثير من الناس أو بعض الناس إذا تغير به الحال تغيرت أخلاقه، وكما يقال الفلوس تغير النفوس. تجد يوم كان مع جماعته وقريب منهم، لكن لما استغنى وأصبح صاحب منصب وجاه تنكر. أول من يتنكر يتنكر لأقاربه وأهله، والله المستعان، يتنكر للضعفاء. ولذلك يقول الشاعر: إن الكرام إذا أيسروا ذكروا من كان يأدفهم في الموضع الخشن. إن الكرام إذا أيسروا ذكروا من كان يألفهم في الموضع الخشن. ما ينسى أهله، ما ينسى من هم معه، ما ينسى من كان. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني دائما نقول هذه الكلمة. بعض مثلا أستاذ في الجامعة تجد شديد على الطلاب، طيب تذكر أنك يوم من الأيام كنت طالبا. ضابط تجد شديد على الأفراد، طيب تذكر يوم من الأيام أنك كنت طالب أنت أيضا. تذكر أنك كنت موظف. تذكر دائما تحاول أن تضع نفسك مكان آخر حتى تشعر بالإحسان. فيوسف عليه السلام وصل إلى هذه المرحلة من القوة ومن الملك ومن المال، ومع ذلك تبقى هذه الكلمة: إنا نراك من المحسنين. جاء إليه أهله وأخوانه وعرفهم وهم له منكرون، وردهم بخير رد، وجاءوا بأخيه من أبيه وأمه، ووضع صواع الملك في متاع أخيه حتى يبقيه عنده، وأذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك. ما كنا والله سارقين، أولاد أنبياء هؤلاء ما يسرقون. فبدأوا يفتحون يفتشون حتى استخرجوه من إيش؟ وعاء أخيه. وثبت بالجرم الآن بالشاهد أنه مع أخيه. أول ما رأوا ماذا قالوا؟ ماذا قالوهم؟ قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ويوسف واقف جالس. انظروا يا أخوان، لا زالوا إلى الآن يحملون الحقد ليوسف ويتهمونه بما ليس فيه. يعني أنا أقول لو أنا مكانه لأوريهم شغلهم ذا الحين. ذا الحين تتهموني؟ قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. الله أكبر، ما أعظم هذه النفس، ما أعظم هذا الإحسان. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. يقول الله يعلم منه السراق منا، الله أعلم منه الخائن منا. وبعدين قالوا: يا أيها العزيز، اسمع، يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة